عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. انا الاء الشبراوي، اخصائيه التجميل والليزر. هكلمك النهارده عن طريقه مشهوره جدا عند الكوريين، وطبعا كلنا عارفين بشره الكوريين عامله ازاي، ازاي بتلمع وفيها نضاره. التريك بتاعت النهارده تريك عن تنظيف البشره بيعملوها معظم الكوريين عشان تبقى بشرتهم نضره وصحيه، والطريقه دي فعاله وناجحه جدا. تابعي لاخر الفيديو هتشوفي بجد ازاي هتبقى حلوه قوي معاكي. الطريقه دي اسمها طريقه 4-2-4، يعني طريقه العشر دقائق، بيعملوها معظم الكوريين، وانا قررت اعملها لكم النهارده، وكمان اعملها لكم على نفسي. والطريقه دي بنعملها امتى؟ بنعملها مره واحده في اليوم. لو انتظمنا عليها من اول اسبوع انت هتحسي بنتيجه، كمان مش هتحتاجي تحطي ميك اب بعد كده. يلا نبدأ الفيديو ونشوف ايه هي. كل اللي انا محتاجاه في الطريقة دي، محتاجة غسول، طبعا غسول مناسب لنوع بشرتي، ومحتاجة زيت. كل اللي انا محتاجاه زي ما قلت، محتاجة غسول مناسب لنوع بشرتي ومحتاجة زيت. طيب الغسول يكون لنوع البشرة بتاعتي مش صابونة. واحدة هتقولي طيب انا جايبة صابونة طبية. انا كتير بحذر من الصابون، لان الصابون عشان يتعمل في القالب اللي بنشوفه بيتضاف عليه صودا كاوية، ومع الوقت بيعمل مسام واسعة، بيعمل تجاعيد في البشرة مش هتحسيها في الاول، لكن هتحسيها على المدى البعيد. فارجوكوا بلاش صابون خالص، واستخدموا غسول يكون مناسب لنوع بشرتك. انا بشرتي مختلطة مايلة للدهنية، فبستخدم الغسول ده بتاع بيزلاين. واللي محتاجاه تاني حاجة هو الزيت. طيب الزيت كمان بيختلف على حسب نوع البشرة. انا بشرتي مختلطة ودهنية زي ما قلت، فاللي بشرتهم مختلطة ودهنية هيقدروا يستخدموا زيت الأرجان، زيت الجوجوبا واللوز الحلو. ولو بشرة فيها حبوب تستخدم زيت شجرة الشاي، بجد هيبقى حلو قوي مع الطريقة دي، وهيقلل قوي الحبوب. طيب انا المتوفر معايا دلوقتي زيت الارجان، فهستخدمه في الطريقه بتاعتنا، وخلينا نعملها مع بعض. احنا قلنا الطريقه بتاعتنا هتبقى 4-2-4. طب ايه اللغز ده بقى؟ تعالوا نعرف مع بعض. اول حاجه انا محتاجه 4 دقائق اغسل بيهم وشي، فانا دلوقتي هبل وشي عشان اغسله. انتي طبعا بتغسليه تحت الحنفية بتاعتك، لكن انا عشان مش متوفر قدامي دلوقتي، وطبعا ده الغسول المناسب لبشرتي زي ما قلت، هبدأ اغسل بيه وشي. لمدة 4 دقائق. هقولكوا بقى الطريقة الصح ان احنا ازاي بنغسل بيها وشنا. بصوا هنا الطريقة دي، هنا بيبقى فيه دهون كتيرة قوي، فبفضل اعمل كده بحركات دائرية واسحب الوش على فوق كأنك بتعملي مساج تحت. بنعمل كده هتفضلي 4 دقائق بتدعكي في الوش بطريقة طبعا مش اجريسيف قوي، بس انت بتشيلي الدهون. وركزي على الاماكن اللي فيها دهون عندك. انا طبعا بالنسبة للدهون بتبقى عندي في منطقة التي زون اكتر، فبركز فيها اكتر، وهفضل 4 دقائق بالشكل ده. هروح اغسل وشي واجيلكم. كده غسلت وشي لمدة 4 دقائق، ورحت غسلته تاني. بوينت معايا دقيقتين. الدقيقتين دي بقى هعمل فيها ايه؟ هحط الزيت بتاعي. انا بحب زيت الارجان جدا لانه خفيف قوي على البشرة. هنحطه لمدة دقيقتين. هبدأ بقى اعمل مساج وانضف قوي. طيب وظيفة الخطوة دي ايه؟ ان الزيت لو في اي دهون اصلا في البشرة موجودة بتبدأ تطلع بزيادة، فانا بعمل تنظيف عميق قوي. طيب انا عايزة كمان اقول على بوينت كده، الطريقة دي استخدمها كام مرة في اليوم، او استخدمها قد ايه؟ بستخدمها مرة قبل النوم، مرة واحدة بس.
تخيلي انتي بتنظفي بشرتك تنظيف عميق وجامد قوي كده، فشوفي الفرق بقى هيبقى معاكي من اول اسبوع بجد طريقة خيال. هنفضل بقى دقيقتين بالزيت، استغلي بقى ان انتي تعملي مساج للبشرة دقيقتين. طبعا بنظبط الستوب ووتش بتاعتنا دقيقتين، هتفضلي بقى كده اي حاجة بتحطيها على وشك لازم تبقى من تحت لفوق. تمام كده انا هفضل دقيقتين اعمل وشي بالزيت. اخر 4 دقايق بقى معايا هستخدم الغسول تاني، يبقى 4 2 4 غسول 4 دقايق، بعد كده استخدم الزيت دقيقتين، بعد كده ارجع استخدم الغسول 4 دقايق. يلا بقى نيجي لل4 دقايق الاخرانيين. طبعا هبل برضو بشرتي شوية عشان اعرف اغسل البشرة، بشيل الزيت من عليها، استخدم الغسول بتاعي تاني. وفي بقى تريكة صغننة كده خدي بالك منها، ان احنا بقى واحنا بنغسل الوش يبقى بمية ساقعة. اول مرة في ال4 دقايق الاولانيين يكون مية دافية، مش لازم تكون المية سخنة لان المية السخنة مش احسن حاجة للبشرة، لكن نخليها المية تكون دافية شوية. واخر 4 دقايق بغسل وشي بمية ساقعة. ليه بقى نغسل وشنا اخر 4 دقايق بمية ساقعة؟ عشان نقفل المسام، او بمعنى اصح نقبض المسام. المسام بتبقى عضلة، هي بتبقى ده شكلها، ما بتتقفلش طبعا لان بتنفس الجلد، لكن ممكن تنقبض تنكمش شوية، فنغسلها بمية ساقعة. هروح اغسل وشي وارجع لكم. كده انا غسلت وشي، بجد النتيجة انا مبسوطة جدا بيها، بشرتي ناعمة جدا، مش عارفة ده هيبان في الكاميرا ولا لا، بس بجد انا مبسوطة بيها. الطريقة دي بيستخدمها الكوريات زي ما قلت لكم، بجد جربوها هتفرق جدا معاكم. هرجعها تاني بسرعة معاكم. اول حاجة غسول مناسب لنوع بشرتي زي ما قلت، وزيت وده قلته في الحلقة، النوع برضو المناسب لبشرتي. 4 دقايق اغسل وشي، وبعد كده دقيقتين زيت طبعا بحركات دائريه وارفع بيها البشره لفوق، واخر 4 دقايق بالغسول واغسل بميه ساقعه. بجد الطريقه دي ناجحه جدا عند الكوريين، جربوها وهتدعوا لي هتعجبكم جدا. لو عجبك الفيديو لايك وشير، واكتبوا لي في الكومنتس تحت ايه الحاجات اللي انتم محتاجيني ان انا اطلع اعملها تاني على بشرتي. هتوحشوني، باي.